السلام عليكم، كيف حالكم يا صغار؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. درسنا اليوم في مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي بعنوان الطرح من الأعداد 7 8 9. سنتعلم في هذا الدرس الطرح من هذه الأعداد 7 8 9. فهل أنتم مستعدون للتعلم؟ ممتاز، إذن هيا لنبدأ درسنا المشوق. بداية سنستعمل لدرسنا اليوم المكعبات لنطرح العدد 7 بطرائق مختلفة، ثم سنكتب الأعداد، اتفقنا؟ فأريد منكم إحضار الأقلام أو السبورة والأوراق، وأهم شيء كتاب الرياضيات وكتاب التمارين. إذن انظروا أولا للصورة، هناك ولدان. نعم، لقد اختار الولد الأول ليطرح العدد 1 من العدد 7، فأحضر 7 مكعبات وحذف منها مكعب واحد، فقال 7 ناقص 1 يساوي 6. والولد الآخر قرر أن يطرح العدد 3 من العدد 7، فقال 7 ناقص 3 يساوي 4. هل بإمكانكم أن تستخدموا الأصابع للطرح؟ نعم بإمكانكم ذلك، فجربوا الآن. 7 ناقص 1 كم يساوي؟ 6. أحسنتم، فإجابة الولد الأولى صحيحة والثانية 7 ناقص 3. جربوا. نعم، 3 يساوي 4. بارك الله فيكم. إذن انظروا، نريد أن نستعمل المكعبات حتى نطرح العدد 7 بطرائق مختلفة. فأولاً هذا المثال الأول، أطرح من العدد 7. الجدول الذي أمامنا يمثل العدد 7 ناقص أعداد مختلفة. مثلاً سنأخذ أسهل عدد 1. نعم، 7 ناقص 1 كم يعطيني؟ جربوا. 7 سوف أحذف مكعب واحد، كم يعطيني؟ كم يساوي؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، لقد قلناها سابقاً 6. ممتاز، هل بإمكانكم الآن أن تجربوا أعداداً مختلفة؟ هيا أريد طرائق أخرى لطرح الأعداد من العدد 7. إذن أجيبوا عن التمرين من 1 إلى 5 في الكتاب صفحة 158. لديكم دقيقتان لإكمال التمرين، اتفقنا؟ هيا إذن ابدأوا. بإمكانكم أن تطرحوا 2 3 وما إلى ذلك، هيا حاولوا لا بأس. ممتاز، أنا أرى إتقان في الحل، هيا أكمل وأسرع لا بأس. أحسنتم، بارك الله فيكم.
إذن هل انتهيتم الآن؟ ممتاز، هيا يا صغاري لنتأكد من الإجابات، ما رأيكم؟ هيا تعالوا تعالوا. إذن أول عدد اثنان، سنأخذ العدد اثنان. سبعة ناقص اثنان، كم يساوي سبعة ناقص اثنان؟ سبعة أصابع أو سبعة مكعبات، سأحذف منها اثنان، فكم سيصبح الناتج؟ أحسنتم، خمسة، بارك الله فيكم. سبعة ناقص، اخترتم ماذا؟ ثلاثة؟ أربعة؟ نعم، سنبدأ الآن بالرقم ثلاثة. إذن سبعة ناقص ثلاثة يساوي أربعة، هل قمتم بالإجابة بهذا الشكل؟ سبعة ناقص ثلاثة يساوي أربعة؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن من الذكي الذي يخبرني؟ سبعة ناقص أربعة كم يعطيني؟ نعم، أحسنتم، سبعة ناقص أربعة يعطيني ثلاثة. لاحظوا الأعداد في الطريقتين؟ نعم، إنهما متعاكستين، أحسنتم. إذن سبعة ناقص من؟ هذه المرة نختار أي عدد؟ خمسة، أوكي لا بأس. إذن سبعة ناقص خمسة يساوي اثنان، أحسنتم، بارك الله فيكم. سأخبركم، من يخبرني سبعة ناقص سبعة كم يساوي؟ بارك الله فيكم، العدد صفر، سبعة ناقص سبعة يساوي صفر، فمن كتب هذه الطريقة أيضا صحيحة. إذن سننتقل الآن إلى العدد ثمانية، نريد أن نطرح من العدد ثمانية بطرائق مختلفة، فمن مستعد لهذا التمرين؟ ممتاز، إذن لننتقل. هذا الجدول يمثل الطرح من العدد ثمانية، بارك الله فيكم. إذن هناك العديد من الطرائق، هل بإمكانكم أن تكتبوها لي؟ هيا أنا أتحداكم الآن، بإمكانكم الإجابة عن تمرين واحد من ستة إلى اثنا عشر في الكتاب صفحة 159. هيا إذن من ستة إلى اثنا عشر، لديكم دقيقتان لإكمال التمرين، أنا أتحداكم بسرعة، دقيقتان، هيا هيا لقد بدأ الوقت. ممتاز، أنتم تركزون في الحل، أحسنتم، جميل، نعم إجابتك صحيحة وأنت أيضا، بارك الله فيكم. نعم، إذن ما رأيكم أن نتأكد الآن من الإجابات التي قمتم بكتابتها؟ حسناً، إذن لنبدأ. ثمانية أولاً، ثمانية ناقص واحد كم يساوي؟
نعم 7 لنجرب طريقة الأصابع. 8 8 أصابع ناقص 1. كم إصبع بقي لدينا الآن؟ أحسنتم 7 لنتأكد. 1 2 3 4 5 6 7 بارك الله فيكم. إذن 8 ناقص 1 يساوي 7. أحسنتم. العدد الآخر؟ نعم 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 سيظهر الآن. 8 ناقص 2 يساوي نعم 6 بارك الله فيكم. إذن 8 ناقص 2 يساوي 6. هل بإمكانكم أن ترفعوا 8 أصابع؟ هل هذه 8 أصابع؟ 8 أصابع. نعم أحسنتم. 8 ناقص 2. قوموا بحذف إصبعين، لا تحذفوها من اليد ولكن انزلوها إلى الأسفل. نعم 8 ناقص 2 يساوي بارك الله فيكم 6. ممتاز. 8 ناقص 3 كم يساوي؟ 5. أحسنتم. هناك طريقة أخرى سأقوم بتعليمكم إياها، وهي طريقة، نعم أنكم تتذكرون طريقة التمثيل. 8 ناقص 3، إذا كم دائرة يجب علي أن أرسم في البداية؟ نعم 8. مثال 1 2 3 4 5 6 7 8. أحسنتم. 8 ناقص كم؟ 3. بارك الله فيكم، أنتم تنتبهون معي. إذن 1 2 حذفت الثاني، ونحذف أيضا الثالث بارك الله فيكم. إذن 8 ناقص 3، كم دائرة بقيت لدي الآن؟ نعم أحسنتم، بقيت 1. نعم أحسنتم 3. بارك الله فيكم. ممتاز. إذن 5 دوائر. أحسنتم يا أطفالي الصغار. إذن 8 ناقص 5 8 ناقص 3. أنتم تركزون منتبهون. 8 ناقص 3 يساوي 5. أحسنتم. إذن بإمكانكم أيضا استعمال هذه الطريقة للطرح، اتفقنا؟ إما الأصابع أو التمثيل لا بأس. 8 ناقص 4 كم يساوي؟ هي 8 أصابع. قوموا بحذف أو إنزال 4 أصابع، كم بقي لديكم؟ نعم 4. أحسنتم. 8 ناقص 4 يساوي 4. ممتازين. العدد الآخر أو الطريقة الأخرى، 8 ناقص 5. ممتاز. إذن سأرسم كم دائرة الآن؟ كم دائرة؟ نعم أحسنتم. 8 1 2 3 4 5 6 7 8. وسأحذف كم دائرة؟ نعم 5 دوائر، ف1 2 3 4. هل انتهينا؟ كلا كلا. إذن واحدة أخرى، كم دائرة بقيت لدينا الآن؟ نعم 3 دوائر. بارك الله فيكم، في الإجابة هي 3. لنكمل الآن. 8 ناقص 6 يساوي 2. من كتبها بهذه الطريقة يضع لنفسه صح ونجمة. 8 ناقص كم؟ نعم أحسنتم. ربما 0، ربما 8، ربما 7، ولكني سأختار 7. 8 ناقص 7 يساوي 1. أحسنتم بارك الله فيكم. 8 ناقص 8 0. 8 ناقص 0 نعم يعطيني 8. أحسنتم. إذن سنذهب الآن إلى أي عدد؟ انتهينا من العدد 7 وانتهينا من العدد 8، بقي لدينا العدد، نعم العدد 9. هيا هيا لنطرح العدد 9 بطرائق مختلفة. أطرح من العدد 9. هيا أجيب عن التمرين من 13 حتى 19 في الكتاب صفحة 159.
دقيقتان، هيا أتحداكم من سيفوز، المعلمة فاطمة أم الطلاب؟ هيا أنتم ستفوزون، أنا أعرف. هيا إذا. ممتاز، أنا أحب من يعمل بهدوء وبتركيز. ممتاز، هل أكملتم التمرين السادس عشر؟ جيد، هيا انتقلوا للتالي. ممتاز، بارك الله فيكم. إذن صغاري يا صغاري، هل انتهيتم أم لا؟ تعالوا إذن سنبدأ. أولاً 9 - 1 يساوي 8 لنجرب. قوموا برفع 9 أصابع. 9 أصابع. أزيلوا أو أنزلوا أو أحذفوا 1. 1. كم إصبع بقي لدينا الآن؟ نعم، في هذه اليد كم إصبع؟ 5. وهنا 5. 6. 7. 8. بارك الله فيكم، إذن 9 - 1 يساوي 8. التالي؟ نعم، 9 - 2. 9 أصابع. قوموا بحذف إصبعين أو إنزال 2. نعم، أحسنتم، إذن 7. ممتاز، هناك طريقة قمنا بعملها في المرة السابقة وما هي؟ التمثيل. إذن جربوا أن ترسموا 9 دوائر وضعوا خطأ على 3 دوائر، كم الباقي؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، إذن 6. ف9 - 3 يساوي 6. الطريقة الأخرى 9 - 4. 9 - 4، كم بقي لدينا؟ 5. بارك الله فيكم، 9 - 5 سهل، العكس، نعم يساوي 4. ف9 - 5 يساوي 4. أحسنتم، 9 - 6 ممتاز، 3. وأخيرا، هل وجدتم 9 - 7 كم يساوي؟ بصوت مرتفع لا أسمع. نعم، ممتاز، إذن 9 - 7 يساوي 2. بارك الله فيكم، وهي عكس 9 - 2 يساوي 7. أحسنتم يا صغاري. إذن أريد منكم الآن أن تجدوا ناتج الطرح باستعمال قطع العاج أو التمثيل أو الأصابع، لا بأس بأي طريقة. لديكم الآن 3 تمارين، أريد منكم الإجابة عليها في الكتاب صفحة 159. اتفقنا؟ لديكم دقيقتان لإكمال هذه 3 تمارين. 8 - 7 كم يعطيني؟ 9 - 8 كم يعطيني؟ 9 - 4 كم يساوي؟ اتفقنا؟ أريد منكم إكمال جمل الطرح.
أريدكم أن تكتبوا ناتج الطرح كما اعتدنا عليه سابقاً. اتفقنا؟ هيا ابدأوا الآن. ممتاز، هناك طلاب لديهم سرعة في الحساب، ممتاز، أحسنتم، محاولات جيدة. الطرح يحتاج إلى قليل من التركيز، ولكن أنا أعرف بأنكم تستطيعون ذلك. إذن هل نبدأ الآن بتقييم الإجابات؟ تعالوا. 8 ناقص 7. 8 ناقص 7 كم يساوي؟ هل كتبتم 2؟ إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة هي 1. 8 ناقص 7 يساوي 1. أحسنتم. 9 ناقص 8. 9 ناقص 8 كم إصبع بقي لدي؟ نعم أيضا الإجابة هي 1. بارك الله فيكم. 9 ناقص 4 أحسنتم. 5 ممتاز. بارك الله فيكم. إذا تمرين آخر، هل بإمكانكم أن تجدوا لي ناتج الطرح؟ ناتج جمل هذه الطرح؟ نعم نعم، هيا أجيبوا في الكتاب صفحة 159، التمرين رقم 23، 24، 25، اتفقنا؟ هيا إذن، 7 ناقص 4، سريعاً، ممتاز، 7 ناقص 5، أحسنتم، 8 ناقص 3، بارك الله فيكم، إذن الإجابة الصحيحة هي 7 ناقص 4 يساوي 3، ممتاز. 7 ناقص 5، ما رأيكم أن نمثلها؟ لا بأس. إذن 7 ناقص 5 كم دائرة أرسم؟ هل أرسم 5 دوائر؟ كلا، العدد الأكبر 7. 1 2 3 4 5 6 7، 7 دوائر. ناقص كم دائرة؟ نعم 5. إذن 1 2 3 4 5، بارك الله فيكم. كم دائرة بقيت لدي الآن؟ 2، ممتاز. إذن الجواب هو 2، أحسنتم. 8 ناقص 3، نعم ممتاز. إذن 8 ناقص 3 يساوي 5، أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن أطفال الحلوين، أريدكم أن تتدربوا بشكل أكبر 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 للإجابة على نعم جمل الطرح بطرائق 6 7 نعم 8 9، بارك الله فيكم. أريدكم أن تستفيدوا وتقوموا بحل المزيد والمزيد من التدريبات في كراسة التمارين صفحة 5.
وستون، اتفقنا؟ وبذلك انتهينا من درس اليوم، أتمنى أنكم استفدتم وتعلمتم، ولكن لا تنسوا أن تتدربوا بشكل أكبر، اتفقنا؟ إذن نراكم على خير، مع السلامة.